السلام عليكم. في الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير كوكتيل بالموز بالبنان والفخاز. نحتاج طوب بنان دونك اون بنان كعبات تاع فخاز كيف تحبي، حليب اكثر شويه من نص لتر، والقليل من السكر. بون نغسلوا حبات الفراولة ونقطعوهم ونشوف المرحلة القادمة. بون قطعنا البانان تاعنا دي وهادو لي فخاز غسلناهم قطعناهم هكا. بون انا حندير في البريق، انت ديري وين تحبي. انا عندي ان بغا ميكسور، انت كي يعود عندك لو بليندر هذاك تاع لي جو سي ميو، بصح حتى انا يخدم يعني بيان. بون بروميير دي شوز نحطو البنان، نحطو لي فخاز. هذايا مشروب يعني طبيعي منعش، ولو سموثي هذا سي ان سموثي منسوغ يستعملوه اللي يحبوا يعملوا الريجيم، يعني يتشرب باغ اكزومبل في الصباح يكون منشط ويعطيك لي كالوري و لينيرجي اللي تحتاجيها بلا ما توكلي ولا تشربي حاجه تكون معمره بالكالوري. ابخي لي سكر تاعها يتحرقوا في ساعه، تولي اوبليجي توكلي حاجه واحده اخرى باه تطلعي السكر تاعك. هذا راهو روعه يعني متكامل، فاكهة وحليب يعني ما كانش احسن، والسكر اللي يحب ما يزيدش يعني اختياري، هو من اصلا اللي فخويها محلوين. انا نحب نحط حتى ملعقه فقط هكا. والحليب هدية لتر ناقص منه شويه دوك نشوف انا بعيني نقدر نحط، هي عن بالي اكثر من نصف اللتر. نصب الحليب بس الكميه شويه زايده، نزيد الحليب هكا. راهي مزلفها برسك نص، نزيد شويه هكا ونضرب ضربة بالبغا ميكسور يعني. والله هذايا الكوكتيل يعني صحي ولو وروعة، صرتو مع الصيف ومع جاي رمضان ننصحكم به. بسم الله. نصبو لكم نشوفو لا تيكستور تاعو مبان لي مليح. يعني رائع وخاطر، ما في بان لكم ولا لا. ننصحكم بيه. دونك كان هذه لا فيديو تاعنا تاع اليوم، لو سموثي بانان فخيز avec du lait puisqu'elle n'a pas le smoothie sans lait. Il s'agit du sirop. Un sirop concentré, mais pas bouge, ce qui est très bien. Je préfère le lait. Faire nax sucré. Bon, c'est ce qui est le résultat. Vous pouvez mettre le récit de nanar, tabiri, fraîche. Il y a un détox متكامل. دونك سيتي لا فيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، تعطوني رايكم في لي كومونتير. ما تنساوش تعملوا لي جيم وسبسكرايب للاشين، ودوك نحط لكم البلوك تاعي في
description box ان شاء الله تتابعوني، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.